السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات، تحية طيبة لكم. يوم الأحد الثامن من شهر أغسطس 2021، أهم أخبار ألمانيا. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 3127 حالة، وتوفي 4 أشخاص، وعدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة هو 22.6. عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين للقاح في ألمانيا وصل عددهم إلى 45,330,680 شخصا، أي ما يعادل 54.5%. يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الاجتماع المهم للسيدة ميركل ورؤساء وزراء المقاطعات الألمانية 16. الكل في ألمانيا يترقب هذا الاجتماع وما سوف يتخذ فيه من قرارات هامة. وتقول الصحافة الألمانية أن الضغط على من لم يلقح سوف يزداد بعد هذا الاجتماع، لأن أغلب السياسيين الألمان يرغبون برفع نسبة الملقحين في ألمانيا، ويرون أن من لم يلقح عائقا في ارتفاع الحالات، لدرجة أن بعض السياسيين يتهمون من لم يلقح أنهم السبب في عدم العودة إلى الحياة إلى طبيعتها، لأنهم لم يلقحوا بعد، ولأن ألمانيا لم تصل بعد إلى مناعة القطيع. لذلك هناك مطالب بمنح حريات كبيرة لمن لقح ومنع من لم يلقح من أمور كثيرة إذا جاءت الموجة الرابعة في فصل الخريف والشتاء. لكن ما زال هناك رئيس مقاطعة شمال الراين فيستفالن السيد لاشيت، الذي بنفس الوقت مرشح لمنصب مستشار ألمانيا، يرفض التفرقة بين من لقح ومن لم يلقح، ويقول أنه ضد الضغط على الناس من أجل أخذ اللقاح، ويقول من لم يلقح يمكنه الاستمرار بعمل فحص سلبي، وبالفحص السلبي يمكن الشخص الذي لم يلقح المشاركة في الحياة العامة. لكن هناك أيضا بعض السياسيين الآخرين، من بينهم رئيس وزراء مقاطعة بايرن السيد زودا، الذي يرغب بقوانين متشددة على كل من يرفض اللقاح، ويرغب أيضا بإلغاء مجانية الفحص السلبي كي يضغط أكثر على من يرفض اللقاح من أجل أن يستسلم ويذهب للتلقيح. وهو يقول لا يعقل أن الأشخاص الذين يرفضون عرض اللقاح أن يستفيدوا من مجانية الفحص على حساب دافعي الضرائب أصدقائي. الأشخاص الذين يرفضون اللقاح يقولون نحن أيضا دافعي للضرائب. إذن كما تلاحظون هناك نقاش ساخن في ألمانيا بين هذه المسألة، بين المؤيدين وبين المعارضين، رغم أن الكثير من السياسيين والعلماء يطالبون بعدم الضغط على الناس خصوصا في مسألة اللقاح، ويطالبون بالإجابة على تخوفات الناس وعلى أسئلة الناس حول موضوع الأعراض الجانبية بدل الضغط الغير مباشر على الناس. يوم الثلاثاء أصدقائي سوف نحصل على بعض الأجوبة بعد انتهاء الاجتماع يوم الثلاثاء للسيدة ميركل ورؤساء وزراء المقاطعات الألمانية 16، وإن شاء الله سوف أنقل لكم النتائج النهائية من مصادر موثوقة أصدقائي. سنمر الآن أصدقائي إلى موضوع آخر، انخفاض نسبة اللقاح أو انخفاض نسبة التلقيح في ألمانيا أدت إلى إتلاف عدد كبير من الجرعات الخاصة باللقاح التي انتهت صلاحيتها ولم يتم استعمالها، وبقية الجرعات التي ما زالت صلاحيتها مستمرة تم إرجاعها إلى الحكومة الألمانية التي تخطط بإرسالها والتبرع بها إلى دول فقيرة، وتستفيد منها الدول الفقيرة أصدقائي التي لم تتوفر بعد على اللقاح. وأكثر الجرعات التي لم يتم استعمالها أو تم إتلافها أو ما زالت صالحة وتم إرجاعها للحكومة هي جرعات من لقاح أسترازينيكا ومن لقاح جونسون أند جونسون.
سنمر الآن إلى موضوع آخر. لوحظ مؤخرا دخول عدد من اللاجئين إلى ألمانيا عبر الحدود البولندية، ولوحظ بأنه في الآونة الأخيرة يتم إيقاف لاجئين أغلبهم من الإخوة العراقيين الكرام أصدقائي. يوم أمس فقط قامت السلطات الألمانية بإيقاف 21 لاجئا من العراق، من بينهم نساء، رجال وأطفال، وتم أخذهم إلى مراكز اللجوء أصدقائي. وتقول الصحافة أن ازدياد دخول الإخوة والأخوات من العراق عبر بولندا يمكن أن يكون بسبب ما يحصل بين دولة بيلاروسيا ودولة ليتوانيا، حيث يقوم الرئيس البيلاروسي بتعاون مع الطيران العراقي بجلب الشباب من العراق وإدخالهم إلى بيلاروسيا، وبعد ذلك أخذهم إلى الحدود مع ليتوانيا، وليتوانيا تدخل في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك يتم الدفع بهم والضغط عليهم للدخول إلى ليتوانيا. وهذه الطريقة يمارسها رئيس بيلاروسيا أصدقائي من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مصالح وامتيازات أكثر أصدقائي. غضب كبير في أوروبا من هذا العمل الذي يقوم به الرئيس البيلاروسي أصدقائي، وقام الاتحاد الأوروبي بغلق الحدود مع بيلاروسيا. بيلاروسيا أغلقت الآن أيضا الحدود مع ليتوانيا للأسف بسبب اللعب بحياة الإخوة والأخوات العراقيين. توفي شاب عراقي للأسف، وما زال عدد كبير من الشباب عالقين هناك بالحدود ولا يعرف مصيرهم أصدقائي. وبسبب الضغوط أيضا الأوروبية على العراق، ستقوم شركة الطيران العراقي بتوقيف جميع رحلاتها إلى العراق، من العراق إلى بيلاروسيا، بداية من يوم 15/8/2021. لكن لا يعرف ما مصير الشباب العراقي الذي يتم استغلاله الآن، وهم الآن محاصرين بالحدود، لا هم دخلوا إلى أوروبا ولا يستطيعون العودة أو الدخول إلى بيلاروسيا أو العودة إلى العراق. نتمنى إيجاد حل للعالقين، لأنهم يعيشون في ظروف مزرية وظروف مأساوية كبيرة. نتمنى السلامة لهم ولجميع الناس. سنمر الآن أصدقائي إلى موضوع آخر. استغلال ملاحظ لقضية اللجوء أصدقائي، وبعض حاملي الجنسية المولدافية بسبب الفقر في دولة مولدافيا أصبحوا يستغلون قانون اللجوء في ألمانيا من أجل جمع مبلغ من المال والعودة إلى بلدانهم، حيث لوحظ ارتفاع عدد اللاجئين القادمين من مولدافيا ويحملون الجنسية المولدافية إلى ألمانيا، وخصوصا إلى مدينة برلين. هدفهم تقديم طلب اللجوء رغم أنهم يعرفون بأنه 100% سيحصلون على رفض. يقدمون رغم ذلك طلب لجوء في برلين من أجل الحصول على مرتب اللجوء لمدة شهرين، وبعد ذلك يحصلون على المرتب الأول للشهر الأول والشهر الثاني، وبعد ذلك يغادرون ألمانيا قبل أن يأتيهم قرار الرفض أصدقائي. وهناك من يأتي ويجلب معه زوجته وأطفاله ليحصل على مبلغ أكبر من مبالغ اللجوء أصدقائي. وواحد مولدافي سألته الصحافة قال بأنه جاء مع أسرته وهدفهم البقاء في ألمانيا مدة شهرين والحصول في مدة شهرين على 900 يورو، وبعد ذلك يرجعون إلى بلدهم بهذا المبلغ الذي هو مبلغ كبير بالنسبة لمولدافيا. وبالنسبة للمولدافيين العزاب يأتون إلى ألمانيا يحصلون كل شهر على 150 يورو، 150 يورو الشهر الأول، 150 يورو الشهر الثاني، بمجموعه 300 يورو، وبعد ذلك يرجعون إلى مولدافيا. وأصبحت هذه الطريقة طريقة جديدة للاحتيال على الدولة الألمانية والاحتيال على قانون اللجوء وتشويه صورة اللاجئين واللجوء أصدقائي. للأسف. الآن سنمر إلى آخر موضوع. في فرنسا سيبدأ بداية من يوم الاثنين العمل بهوية الصحة أصدقائي. فرغم خروج مجموعة كبيرة من المتظاهرين في فرنسا
وصل عدد المتظاهرين إلى 240 ألف شخص خرجوا إلى الشارع ويرفضون هوية اللقاح وهوية الصحة والضغط على المواطنين من أجل اللقاح، وكانوا يصرخون ويقولون ماكرون ماكرون لا نريد هويتك. بسبب المظاهرات تمت هناك بعض التخفيفات فيما يخص هوية الصحة في فرنسا أصدقائي، ووزير الصحة بعد هذه المظاهرات قام بتخفيف الإجراءات من بينها زيادة مدة الفحص السلبي، يعني هوية اللقاح. من يرغب الآن أن يذهب إلى محلات التسوق، المقاهي في فرنسا، المطاعم، المسارح، إضافة إلى السفر بالقطار في فرنسا بين المدن الكبرى بالقطار السريع، يجب أن يتوفر الشخص على هوية صحية يكون فيها إما الشخص قد لقح أو قد شفي أو عمل فحصا سلبيا. والفحص السلبي الآن تم تمديد مدته وأصبح هو 72 ساعة، يعني من عمل يرفض اللقاح وعمل فحص سلبي سيصبح مدته 72 ساعة، يعني 3 أيام أصدقائي. وهذا الأمر سيبدأ العمل به بداية من يوم الاثنين في فرنسا. أيضا في فرنسا هناك إجبارية اللقاح لمن يعمل بالمجال الصحي، ومن لم يقم بالتلقيح في فرنسا إلى منتصف الشهر التاسع سيتم يعني توقيف الشخص عن العمل وإرساله إلى إجازة مفتوحة دون مرتب أصدقائي. أيضا في إيطاليا يعمل بنفس الأمر، إيطاليا الآن أصبحت الدخول إلى المطاعم أو إلى المقاهي إلى آخره أيضا بما يسمى بجرين باس، يعني الهوية الخضراء. هل تظنون بأن ألمانيا يمكن أن تمشي أيضا على نفس المنوال وتعمل أيضا بفصل الخريف وفصل الشتاء هوية الهوية الخضراء أو الهوية الصحية؟ أم ماذا تظنون؟ لكن كل شيء يمشي على هذا المنوال أصدقائي. أيضا في ألمانيا يمكن أن يصبح هذا الأمر واقعا قريبا أصدقائي. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.